اعملي كده ليه؟ وانت بتيجي هنا ليه؟ انا باجي هنا عشان عايز اخفف الاسترس اللي عليا. ضغط الشغل اللي عندي بيخليني عايز اعمل حاجة مختلفة، لاني بعد كده هنفجر. انا كمان بعمل كده عشان ابسط الناس. انما انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في البيزنس، باخد فلوس الناس استثمرها لهم واديها لهم. اه انا كده زي زيك يعني. انت بتبسط الناس لما ترجع لهم فلوس كتير، وانا كمان ببسط الناس زي زيك يعني. يا سلام على الفلسفة. ما هي الدنيا دي كده، بتدي كل واحد حتة يعني. انا عن نفسي بفهم الناس بسرعة قوي وبحس بيهم. بيبقى احسن وقت عندي لما اقدر اسعد الناس. حكم الناس في حياة بعض، يقرفوا بعض ويتعبوا بعض، يا اما يساعدوا بعض. انا اول مرة اشوف واحدة حلوة وجميلة وبتقول كلام كمان جميل. اللي يعيش ما يشوف. انا سامع انك مبدعة. الصراحة الرجالة اللي بتيجي هنا رجالة عجيبة قوي. واحد قال لي انا عاوزك كده تعملي لي زي هند رستم في الافلام، واحد تاني قال لي ابصر ممثلة كده اجنبية بشعر اصفر اعملي زيها برضه، وواحد بقى قال لي انا عايزك تلبسي لبس ممرضة، معرفش ليه. واحد كمان قال لي عايزك تلبسي لبس شغالة. اه وانا شفتك. شفتني ازاي يعني؟ جارية توحة. امال انا هنا بعمل ايه؟ لازم اخلي بالي منكم، ابص عليكم كده اشوف يمكن الزبون مضايق كل حاجه. بس انا يعني ما حسيتش ان الباب بيتفتح عليا ولا حاجه. هو انا لازم ادخل من الباب عشان اشوفك؟ امال يعني دخلت منين؟ لا ده سر المهنه بقى. بس عايزه صراحه، انا النهارده ما قدرتش ابص غير عليك انت بس. ايه هو ده؟ هو انت هتحبني ولا ايه؟ حب؟ انا زينا ما اعرفش احب، بس انت فيكي حاجه تشد. يوم حق الزباين اتجننوا عليكي، ده حتى ولا واحد عمل مشكله في الحساب، كله بيحاسب يروح مبسوط. على كده بقى هتدوني على واد زي بتوع الحكومه. لو في ايدي ما تاخرش عنه. هلا قولي لي انت بتعملي ايه بعد ما بتروحي من هنا؟ ولا حاجه، بروح برتاح في البيت. يعني ما نفسكيش كده نخرج سوا، نروح سيما، نتمشى على الكورنيش، ناكل كوز ذره؟ هي عامله سيرش طلبت منك تسرحني في الشارع تلموا رجاله زياده ولا ايه؟ لو النعمه الكلام ده كله من دماغي. خلاص هشوف يعني لو لقيت عندي وقت فاضي. ماشي. والله يا عمي ده انا زدني الشرف ان انا اسيبكم. عمي ده انا زي عيالك شوقي. خلاص عمي قول عايز ايه يا عمي. ده انت هتبقى حمايه فلازم احترمك. ده الشيء يسعدنا قوي قوي يا معلم نبوي، ده انت على دماغنا من فوق. اه والله خلي بالك يعني خوخة دي ياما تقدم لها من الناس شباب ايه زي الورد. بس عارف يا اخويا كان جاي لها نفسي كده مش طايقه حد يعني امها. اه والله لحد ما جيت انت بقى صاحب النصيب، وانا عارفه برضك انك انت من يوم مراتك ما ماتت انت يا اخويا ما اتجوزتش. بس ليا طلب عندك صغير يا حاج نبوي والنبي، يعني تعملها كده زي ولادك، واولادك يعملوها يعني اكنها اختهم كده. تبقى في عينينا يا سيدي. يسلم عينيك يا اخويا. واحنا عندنا اغلى منك انت وخوخه. يا رب يغليك كمان وكمان. بس ليا طلب صغير قد كده قد كده يعني، يعني اسم الله كده تامل لها يعني كده تكتب لها قرشين يعني. خد حاجه معايا. ما كل ليهم يا حاج. ان شاء الله. بس عشان انت ليك عيال يعني يا حاج نبوي. وانا برضو عمري ما اظلمها. الله كل حاجه ليها هي والعيال. ان شاء الله يخليك ان شاء الله يخليك، ما كله من خيرك واعيد لك. واصل خوخه تستاهل كل خير، كل خير تستاهله. ده هي هتخش عليك بالهنا. يبان عليها مكسوفه. اه طبعا. امال ايه؟ اه طبعا مكسوفه. امال ايه؟ امال انا هروح اشوفها. ما شوقي خلي بالك من المعلم نبوي وانا جايه. كلمه كلمه. انت ابعدي. ايه ده سريت ولا ايه؟ انتوا تبطلوا اللي بتعملوه وتشيلوا ضحى من دماغكم يا غجر. هضرب تاني؟ لا كفايه عشان تتعلموا الادب. ما هو لو اتعلموا الادب يا عجوه مش هياكلوا عيش. بس يا بغي. ما هو قال لك يا ابو مخ ضلم. لا يا حيلتها انتوا هنا في بيت قبل سرور يعني النظام.
مش كل واحده تعمل اللي على مزاجها. طب وانا عملت ايه بس يا عجوه؟ عشان جبنا سيره حبيبه القلب توحة. ما قالت توحة؟ شفتي طلع حب بقى. انت بتخرفي بتقولي ايه؟ انت مش فاهمه اي حاجه. اسكتي انت. بقول لك يا فخدتي ما تعتبرني انا توحة. توحة حرام وظلم. هتجوزيني واحد اكبر من ابويا عنده تلات عيال؟ ايوه جوزهولك عشان يسترك. امال ايه؟ ده بدا يا بنتي ما تحمدي ربنا انك انت لقيتي راجل لا بيهش ولا بينش ومش هيفتح بقه لما يعرف. تعيريني ياما؟ يا بنتي لا تعيريني ولا عيرك. انا امي ياما وعايزه اطمن عليكي. طمني عليا. اتجوزيني واحد اكبر من ابويا؟ ما هو يا حبيبتي لو كان من سنك ما كانش هيستحمل ولا يقبل ويمكن يجرسنا في البلد كلها لو عرف ويفضحنا. يا ماما انا ما عملتش حاجه غلط. ده نصيبي. ما عملتش حاجه غلط. وانا يا حبيبتي عايزاك تعتبري الجوازه دي نصيبك برضه. نصيبي الاسود. نصيبي الاسود. دي لما نصيبي الاسود. يا حبيبتي ارحمي نفسك وارحميني. انا عايزه اطمن عليك. انا عايزه مصلحتك. طمني عليا ازاي؟ اتجوزيني واحد اكبر من ابويا. مالك يا بنت؟ عماله تشخطي وتنطري وتتشرطي في ايه؟ انت نسيتي نفسك انك انت مش بنت بنوت يا مريم. مش بنت بنوت. مش بنت بنوت ياما. واخلي البلد كلها تعرف انا موافقه. انا موافقه ياما. انا مش بنت بنوت يا بلد. انا مش بنت بنوت. يا روح. وش